سبحان الله. هذا واحد من كتب الوالد ابو يعقوب رفيع السيد والسيد الشمس احمد رفيع الزين نام شيخ الطريقه رفيع الصوفيه، كله صلوات على النبي. بس سبحان الله ما له عنوان، ما له اسم مجلد الوالد. المهم انه يقول هني حرف الكاف، اللهم صلي وسلم وبارك. يمكن مال سيدي الدرديري والله بختوب بخط اليد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ما تحركت الأفلاك، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. عدد التسبيح الأملاك جماعة الله، حرف اللام، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بطل الأبطال، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يعني عبارات قريبة من الجزولي. محمد معدن الجود والنوال، وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وسيدنا محمد، وذقنا لذة الوصال، وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه. كلمة الرجال شيخ احمد، كملت ايوه كملت الرجال، كملت الرجال صح. على زي قرأة دكتور الفياضي دكتوراته في الدرديري ولا ايش اسمه؟ لا محمد بن الحسن لا لا هو الفياضي الدكتور، رسالة الدكتوراه مالته في سيدي احمد الدرديري. لا 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 محمد بن الحسن صاحب ابو حنيفه مش كده؟ محمد بن الحسن ولا لا؟ الدكتور محمد بن الحسن. طيب ما قلناش حاجة، احنا قلنا دلوقتي بسألك، انت اول امبارح اعترضت على عدد كلمات الله صح؟ خليه وين هنا؟ صاحب ولا لا؟ ولع بره الله يخليك مشي لا لا خليه شوية بس لحظة لحظة يا مولانا. بسألك هني يقول هذا دعاء عاشوراء، وقد ذكر الشيخ الأجهوري نقلا عن سيدنا السيد محمد المدعو غوث الله، خليه عنده غرفة فياضي تحت في كتابه الجواهر، من قال في يوم عاشوراء 70 مرة حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، ودعا بهذا الدعاء الآتي 7 مرات لم يمت في ذلك لم يمت في ذلك السنة، وإن دنا أجله لم يوفق لقراءته، وهذا هو سبحان الله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، لا منجى ولا منجى من الله إلا إليه، سبحان الله عدد الشفع والأثر وعدد كلمات الله التامات كلها، أسألك السلامة برحمتك أرحم الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى نعم المصير، صلى الله عليه وسلم محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم. من هو سيدي الأجهوري؟ علي الأجهوري من فقهاء المالكية والله، وهو من بلد اسمها أجهور الرمل في المنوفية. والله المنوفية سيدي والله، فهو شبل الكتب دي في التراجم لما يشكل عليه لازم منها، لما يشكل عليك اسم واحد يجب لك ترجع للتراجم. فمن الكتب الحديثة معجم المؤلفين لعمر رضا كحال، وله معجم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا والله شلونك؟ أهلا والله أجر وعافية. إي والله خوش مقابلة، هذا سيدي القاضي هشام عيسى ما شاء الله. أجر وعافية والله. إي نعم سيدي كمل عفوا. هذا الرجل له كتاب معجم قبائل العرب برضه. سلام على اهلا شنطيطش، كيف حالك؟ هلا والله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سيدي الأنصاري يبي يسلم عليك. عفوا أنا ماسك التليفون هذا سيدي. كمان منه؟ معجم قبائل العرب. أيوه. كمان فيه من الكتب الحديثة معجم كتاب الأعلام لخير الدين الزريكلي، وكتاب معجم المؤلفين زي ما قلت لعمر رضا كحاري، كتاب المعجم كتاب طبقات الحنبلة للشيخ اسمه سكر بقى للشيخ السبكي نعم. كتاب طبقات الشافعية
الشافعية للسبك، إنما طبقات الحنابلة، وكتاب برضو تبصرة لابن فرحون في المالكية، وكتاب شجرة النور الزكية للشيخ محمد حسين المخلوف. ودي كلها كتب تراجم بقى. لما انت يجي قدامك اسم واحد غير ما هو مكتوب، كتاب اعلام بغداد لابن الجوزي، ده كتاب يمكن 60 مجلد ولا 68 مجلد، كتاب دي جامع علماء بغداد جميعا، صوفية وغير صوفية وكل، ومنهم كتاب البدر الطالع في أعيان القرن التاسع، وكتاب الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر، وكتاب الأمثال السائرة في المائة العاشرة. كويس، لازم الكتب دي كلها لما تبقى موجودة أي واحد تسأل عليه تلاقيه قدامك، وخاصة أنت وأنت بتقرأ في كتاب الطبقات الكبرى دي بيقابلك أعلام مش متكلم عنها حد، لازم تطلعه. هذا هو التحقيق. صح.